اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نقطه ثانيه الحقيقه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، لما بتبقى في حاجه كويسه في اي مكان حوالينا بنقول، لما بتبقى في حاجه سيئه بنقول. وبقول الكلام ده لان لازم اوجه التحيه لزميلي الحقيقه ابراهيم فايق في برنامجه امبارح لما وضح الفرق ما بين التدعيم والبناء، وده اللي يمكن انا اتكلمت فيه مع حضراتكم من يوم الاربع اللي فات او يوم الثلاث تقريبا على ما اتذكر، لما قلت للجماهير يا جماعه ما تقلقوش ان في فرق كبير جدا ما بين البناء والتدعيم. يعني مثلا الاهلي بيدعم صفوفه مش بيعيد بناء فريق، في فرق اخرى بتبني فريق من جديد عشان كده بيجيب لاعب واثنين وعشرة واثناشر وثلاثاشر. فعشان كده قلت ما تدخلوش يا جماعه الاهلي في مقارنات، لان كل فريق وله ظروفه واحتياجاته الفنيه طبعا، غير احنا كمان بنمشي ورا مدير فني بتاعنا، عمرنا ما بنفرض عليه صفقات، كلام واضح طبعا. فاللي انا بقوله برضو انا بشكر زميلي الحقيقه كابتن ابراهيم فايق على هذا الامر، لانه في النهايه هو كلام، يعني انا بشوفه انه كلام منطقي. انا عارف ان هو بيتاخد كوميكس كتير اليومين دول ويقول لك، وبالمناسبه ده اللي بيدور منطقيا داخل النادي الاهلي وفعليا داخل النادي الاهلي. فانا بنقل الحقيقه لحضراتكم ان هناك، وبحيي ابراهيم برضو ان هو كابتن استاذ ابراهيم فايق او كابتن ابراهيم فايق ان هو نقل الحقيقه. وانا وبعدين انا لما بطلع مع حضراتكم هنا ده بتكلم معاكم مع حضراتكم من القلب، مشجع مع المشجعين بعيدا عن اي شيء اخر. فلما سمعت ابراهيم الحقيقه اتبسطت جدا، لانه بالفعل هذا هو هذه الحقيقه داخل النادي الاهلي، كيفيه التفكير داخل النادي الاهلي ان هناك فارق ما بين البناء والتدعيم. هو ده الفارق او هو ده الاساس اللي اشتغل عليه النادي الاهلي من ساعه ما كابتن محمود الخطيب قرر مع مجلس الاداره ومع اداره كره القدم ان يدي الفريق راحه. معظم الفرق راحه، معظم الفريق يعني راحه القوام الاساسي، وبالتالي البناء غير التدعيم مهم جدا جدا. انا اسف ان انا يعني رجعت اتكلم في هذا الامر مره ثانيه.